أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. طبعا اليوم معنا ضيفين من أروع الضيوف، رسول رب جلدة الحنفية جورج بول. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك جورج. أهلا وسهلا. وطبعا معنا إمام الملحدين الأخ العزيز أحمد حرقان. أهلا وسهلا فيك إمامنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طبعا أصدقائي، مثل ما بتعرفوا اليوم موضوعنا هو دردشة، راح ندردش دردشة في العلمانية، شو هي العلمانية وشو مفهوم العلمانية بنظرنا نحن الأشخاص الثلاثة هذول. ف يعني هي وجهة نظر لا أكثر ولا أقل، وما هو رأي نقدر نفرضه على الناس، يعني هو وجهة نظر نحاول نفهم مع بعض العلمانية. جورج، إذا بدأت معك، شو هي العلمانية؟ ممكن بس تعرف لي العلمانية؟ الحمد لله، أنا جلدة الحنفية العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالجلدة من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، ده يعني أبسط وأقرب وأدق تعبير للعلمانية، تفصل الدين عن الدولة، فيكون الدولة ليس لها دين، الدولة هي كيان عالمي. الكلمة العلمانية جت من فكرة من كلمة العالم، وده كانت حاجة في القرون الوسطى، لأن الكنيسة كانت بتعتبر العالم أو أي حاجة بره الكنيسة هي من العالم والعالميات. فلما عملوا implementation للقوانين العلمانية أو العالمية فوق قوانين الكنيسة سميت بالعلمانية. ده التعبير البسيط يعني. تمام. في عندك أي تعريف أحمد غير اللي قاله جورج، أو في عندك أي تعقيب على كلام جورج؟ لا، ما عنديش في الواقع أي تعقيب. طيب، بدي أسألك أحمد، برأيك شو هي، مين هي المجتمع الأكثر المجتمعات اللي تحتاج لتطبيق العلمانية برأيك؟ تفضل. كل مجتمعات العالم تحتاج لتطبيق العلمانية، وأي مجتمع في العالم مش بيطبق العلمانية أكيد بيبقى مجتمع متدهور يعني. بسبب ايوه طبعا، بسبب ان العلمانيه انا من وجهه نظري ان هي بتحرر المجتمعات من الخرافه. لو ما فيش علمانيه، لو الدوله مش علمانيه، يبقى المجتمعات هتبقى خاضعه لخرافه ما، والخرافه اللي هتبقى سائده هي الخرافه اللي هتكون اتبعها اكتر، يعني هي اللي هتكون خرافه طاغيه، لان هتبقى بالعدد بقى وبالامكانيات وكده. كل ما تملك انت قوة اكتر ونفوذ اكتر وعدد اكتر، كل ما تخلي الخرافة بتاعتك انت سائدة. الخرافات في الواقع طبعا مش هيبقى مرجو منها اي خير، يعني الخرافة كذب في كذب ودجل وخيال وكلام من دوت. فالمجتمعات لو هتمشي في الزمن ده بالخرافة اكيد هتتدهور، لان المجتمعات المتقدمة دلوقتي ماشية ورا العلم مش ورا الخرافة. فطبعا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بكل تأكيد. لا، أنا أوجه السؤال لجورج، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في عرف إلهنا جلدة الحنفية، طبعا من أرسل له جلدة الحنفية رسوله الخرطوم اللي يعرفه بمبادئ العلمانية ومبادئ إلهنا جلدة الحنفية، غير الناس اللي قاعدين مش بيعرفوا يعوموا مثلا، أو مش عارفين يتلقوا نقاط جلدة الحنفية المتنقطة. الكلام بجد بقى، يعني فعلا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الدول النهارده بتتنافس على التنافس، دلوقتي مبقاش حتى التنافس العسكري ولا التنافس التواجدي زي زمان، او زي الامبراطوريه الرومانيه، وبعد كده حتى الامبراطوريه الانجليزيه كانت بيبقى ليها انتشار ونفوذ ولازم يبقى ليها تواجد فعلي في الاماكن اللي كانت فيها. دلوقتي انت بالتكنولوجيا وبالعلم بتتحكم في اي حاجه، انت بتتحكم في العالم كله عن طريق التكنولوجيا. كل ما كانت التكنولوجيا بتاعتك متقدمه اكتر، كل ما كان علمك متقدم اكتر، كل ما كان عندك جامعات محترمه اكتر، كل ما كان ليك ثمن. لان الحقيقة حاجه علميه، اللي يسمع نيل ديجراس تايسون مره كان بيتكلم عن الناس كانت بتنتقد وكاله ناسا ان هي بتاخد نسبه من الضرايب عشان وكاله ناسا تفضل مستمره يعني. فبيشرح للناس ازاي دلوقتي الحاجه اللي انت بتقدمها لناسا، الابحاث اللي ناسا بتعملها بعد كام سنه بتفيدك في ايه. حاجه مثلا زي الجي بي اس، زي الايفون، زي الكلام ده كله كان نتيجه ان السنين اللي قبل كده كان البحث العلمي جاري فيها، والنتائج بتاعتها احنا بنحصدها احنا دلوقتي في الواقع اللي احنا فيه.
طبعا لا لا يستوي الذين يعلمون والذي عايز. مثلا واحد افنى عمره في العلم، جامعه محترمه، دوله فيها جامعه محترمه، زي دوله زي شبه جزيره البهائم مثلا، فيها جامعه الملك مش عارف مين وبتاع وكلام فاضي، وما عندهمش اي حاجه، كل حاجتهم حتى الاندر وير بتاعهم ما بيعرفوش يعملوه، بيستوردوه من بره، طبعا لا يستوي ابدا يعني. بكل تأكيد جورج، أنا قبل ما نبدأ بموضوع العلمانية وندخل نتشعب فيها، يا ريت تحكي لنا عن نبوتك. يعني أنت قلت لي قبل الحلقة إنه رسميا هلا نزل عليك الوحي وصرت نبي. تفضل. ما شاء الله، عندي بالبرنامج هذا أنبياء، صار الأنبياء كتار يعني. نعم، لقد أرسل لي جلدة الحنفية الأسبوع الماضي، أرسل لي الخرطوم اللي هو يعني زي جبريل، والخرطوم جالي وأنا قاعد، كان أحمد موجود معايا، فقال لي اذبح، قلت له ما أنا بسابح، اذبح ما أنا بسابح، قال لي خلاص يبقى أنت الرسول، وبقى إيه النقاط اللي تنزل من جلدة الحنفية، هنزل عليك القرآن جلدة الحنفية منقطاً. مش منجما، هنزله منقطا نقطه نقطه يعني. يا سلام. فانا واحمد بنتلقى الرساله دلوقتي، احمد يعتبر من الصحابه الكبار التابعين. وأنا سأكون سيف جلدة الحنفية المسلول لعيونك، يعني أنا جاهز. لما احنا قلنا لك يا جن انت مفتاح جلدة الحنفية الانجليزي، هلا نسيت، صدقا نسيت. لا الحاجات دي تتنساش لو سمحت، اتقي الله يعني. اتقي جلدة الحنفية، مو اتقي. اتقي جلدة الحنفية. لا تكبر يا أحمد، بلشت لا تكون من الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا يعني. طيب جورج، ده تم معك جورج، احكي لنا مشاريعك المستقبلية للأمة، يعني شو ناوي تعمل بهالدين هذا؟ تفضل. طبعا انا بعد ما اتلقى القران جلدة الحنفية هبتدي بقى احفظه للتابعين، وهيبقى معايا الصحابة الكبار زي احمد وانت طبعا كمفتاح انجليزي في معانا في الديانة الحنفية، وبعدين أي دين تاني هيطلع بقى زي مثلا ديانة النبي سامي الديب أو حاجة، هنفرض عليهم بقى الإتاوة يعني، ناخد منهم جزية ونعتبرهم من أهل الكتاب، ولو عايزين يدخلوا في الدين عندنا ممكن، لو ما دخلوش في الدين هنفرض عليهم الجزية. ممكن يجمعوا الجزية في صورة كميات هائلة من جلدة الحنفية نوزعها للناس. يعني ده مشروع رهيب يعني، دين لك ان تتخيل الدين ده ممكن يعني يوفر ميه قد ايه، لان يعني كل جلد الحنفيه دي ممكن نصلحها فالحنفيه تبطل تنقط، هنوفر يعني نقطه، وبعدين بيقول لك نقطه ماء تساوي حياه، وخلقنا من الماء كل شيء حي، يعني نزلت نقطه من جلد الحنفيه خلقت كل حاجه، شوف يعني كل الاعجاز العلمي. الاديان فيها اشاره لجلد الحنفيه وبشاره بيها، يعني لو فتحت اي كتاب مقدس هتلاقي فيه علامات تدل على ان فعلا هيجي رسول لجلد الحنفيه، وهو خاتم المرسلين في الواقع يعني حقيقة. على كل، انا راح انقل رسالتكم لنبينا سامي الذيب ونقول له في عليك، يعني قبل ما تبدا بنبوتك في عليك جزيه، لازم تدفع الجزيه. لا هقول له هو لو ما اعتنقش ديانة الحنفية هنفتح عليه اي حنفية ونحطه تحتيها وهتبقى مشكلة، مش هنسيبه اما يبقى معانا اما يغرق في الموضوع. بالضبط، هو الغرق مصير كل من لا يؤمن بجلدة الحنفية. الغرق حياكلوه الحيتان بقى وسمك القرش، وانت عارف يعني الغرق المادي والغرق المعنوي، يعني هو هيغرق بكل اشكال الغرق يعني. ومش قال لك ان اله الاسلام كان عرشه على الماء؟ جه منين الماء ده؟ ما هو ده اشاره لجلدة الحنفية، ما انا بقول لك كل الديانات فيها اشارات لجلدة الحنفية. على كل احمد، انا بدي اوجه لك صحيح جورج، اسف جورج، لماذا يخاف الناس في المجتمعات الاسلاميه من كلمه علمانيه، ولماذا يسعى رجال الدين لشيطنه العلمانيه؟ يعني نشوفهم على طول العلمانيه كفر، العلمانيه من ريتسون، من عمل الشيطان. لان كل الاديان الابراهيميه والاديان عموما لازم تعتمد على الغيب والخرافه، فعشان تعتمد على الغيب والخرافه وانت تقدر تنشر خرافتك وتفضل انت موجود في السلطه وتفضل انت الناس بتبص لك نظره عليا ان انت رجل دين او عالم دين او قس او البابا او ايا كان وضعك الديني، وتفضل الناس تقدسك وبصلك البص اللي هي الفوقيه دي، لازم يفضلوا غارقين في الخرافه.
فأي فكر تاني ممكن يخلي الناس تتساوى مع بعضها، كل يخلي الناس تفكر بطريقة علمية، يخلي الناس تعمل أي مبدأ من المبادئ العلمانية، ستسقط على طول هالة القداسة عن الدين. ولو سقطت هالة القداسة عن الدين، الناس دي هتفقد لقمة عيشها، لأن هو ده مصدر رزقهم. فحتى لو كان أنا أعرف ناس مشايخ يعني ليهم المفروض ان هو دارس اسلام وبتاع ومن جواه ملحد، لكن لازم السبوبه يعني يعمل ايه، لازم يفضل يروح المسجد ويدرس اسلام ويعمل صلاه الجمعه وبتاع، لان لو ما كانش، لو اعلن ان هو ملحد راحت السبوبه. فلازم يفضل يقنع الناس ان هناك كائن وهمي وانا امثل هذا الكائن الوهمي، عشان تفضل الناس تقدسه وتفضل الناس تديله فلوس، تفضل يفضل هو في وضعه كرجل دين او كواحد متسلط على الناس دي، ويفضل ليه حكم عليهم ويفضل ليه تأثير في حياتهم. لو ظهرت العلمانية على طول ستسقط الهالة الدينية. لو ظهرت العلمانية والناس اتعلمت وتثقفت، اول حاجة هيفكروا فيها ان يعني كل اللي احنا عاملين يقولوا لنا ده بقى لهم 1400 سنة ولا 2000 سنة ان هي خرافات، وسيفقد رجل الدين مكانه في لحظة يعني. عشان كده لازم يحارب باقصى ما يمتلك الفكر العلماني وشيطانه ويوصل، وبعدين بيستغلوا جهل الناس ان هم مش فاهمين حاجة عن العلمانية، فبيوصلوا لهم ان دي حاجة معادية للإله وبتاعه، بيهيجوا مشاعر الناس، وفي النهاية يفضل هو في الحكم، يفضل هو القائد، يفضل هو الكبير، يفضل هو رجل الدين، وتفضل انت التابع الأمين اللي عشان تتجنب عذاب النار أو طامع في الجنة تفضل تدفع له فلوس ويبقى هو الباشا وخلاص. طيب أحمد أنا بدي أوجه لك سؤال، يعني برأيك رجال الدين، أنت بما أنك كنت طالب عند رجل دين معروف يعني، وأكيد لك علاقة جيدة معه يعني ومع كثير رجال دين، برأيك رجال الدين بيعرفوا إنه هن مثلا عم يستعملوا الدين، بيعرفوا هالميز اللي إنه سبب في تجهيل الناس، ولكن مشان مناصبهم مشان هالأشياء هي ما بهمهم يعني، ضميرهم حيطينوا على الرف، حيطينوا على جنب، المهم يكسبوا المال؟ هو مش كل رجال الدين حاجة واحدة أو شريحة واحدة، زي معظم الناس، زي أي مجال في الدنيا بيبقى فيه الإنسان السوي والإنسان المضطرب لأغراض مش كويسة أو نفسيته مش مظبوطة يعني. فهو مفيش إنسان سوي بيقدر يعيش الدور ده، إن هو يعيش بوشين أو إن هو يضحك على الناس بالشكل ده أو ينصب عليهم. وإن كان الدين يشجع على كده، الدين أكتر حاجة ممكن تشجع الأسوياء على إنهم يبقوا نصابين. بس عموما في مشايخ بيبقوا معتنقين فعلا الأفكار ديت، أو يعني شبه مقتنعين بيها، بس وعشان كده بيشتغل أو بيدعوا ليها وكده. وفي مشايخ بيبقوا نصابين نجايين، وفي ناس سايكوباتيين عفوا يعني، أصلا يعني لو ما كانوش يشتغلوا في الدين كانوا شغلهم الاساسي هيبقى حراميه يعني، ويدخلوا السجن او يتاجروا في مخدرات او كده. فناس شمال بقى واخده الدين بالطريقه دي يعني. مش كل المشايخ زي بعضها. انا قابلت في حياتي مشايخ كتير جدا، قابلت من النوع ده وقابلت من الناس المخلصه، وكل ما كان العواقب بتاعت التدين اصعب على الطائفة دي الدينية أو الفرقة أو الجماعة دي، كل ما كان الناس اللي فيها بيبقى اللي بينتبهوا ليها بيبقوا أصدق يعني. يعني ما فيش حد هيضحي مثلا علشان خاطر يعني، مثلا السلفيين بشوف في كتير جدا من السلفيين بشوف في كتير منهم الصدق مثلا، إن هم بيبقوا يعني يعني فعلا غلابة ومصدقين الكلام ده. و بشوف في الجماعات التانية اللي هي بتبقى حياتها فيها رفاهية أكتر وبتبقى فيها نوع من التسامح أو بيقول عليها اعتدال، بشوف فيهم كتير منهم إنهم نفاق أو كده يعني، بشوف إنهم أكتر من غيرهم عندهم استعداد إنهم يتلونوا إنهم يتحايلوا على النصوص وكده، لأن في نصوص واضحة جدا يعني. فيعني مثلا لما في يعني لو مثلا شيخ بيدافع عن تبرج مثلا، تبرج المرأة، هيبقى بيناقض يعني ظاهر القرآن وظاهر الأحاديث والتراث الديني كله. ف يعني أعتقد ده ما هوش بيبقى صادق مع نفسه يعني. طيب عندي سؤال أحمد، هلا مثلا مثل الشيخ يعفور عفوا الشيخ يعقوب
اسف يعني هلا مثل الشيخ يعقوب حسان، هدول السلفيين الاحيين مثل ما بنقول عنا بالحلبي يعني الاحي، مثل حسان يعني هلا برايك انه بيعرف ولا هو مؤمن بكل معنى الكلمه؟ ولا يعني مرات يعني انا بتساءل بيني وبين نفسي انه هالشيخ هذا يعني اكيد شايف التناقضات الموجوده بالقران والخرافات والاشياء هي، مع ذلك بيجي مثل يعفور هذا بيجي بيقول لك عقلك مثل الحمار لازم تربطه برا بعدين تدخل عند الله، يعني تكب عقلك وتجي لعنه. فهذا ما بيعرف، ما بيعرف انه في شيء غلط يعني، هو عم بيقول لك سيب عقلك برا وتعال عنا، يعني معناتها اكيد بيعرف انه كل شغله متناقض مع العقل. يعني ما هي المشكله في الخرافه جان ان هي بتبدا في البدايه معانا في سن صغير جدا، احنا بنلقي الخرافه احنا لسه اطفال صغيرين خالص، ومع الخرافه بنلقن مصل او ما يعني بنلقن مانع كبير جدا من التفكير، او بناخد مناعه كبيره جدا من ان احنا نفكر في الخرافه دي او نمحصها يعني، وبنفضل طول حياتنا كده بقى وراها. ممكن نترقى في الخرافه دي لغايه ما نبقى مشايخ زي يعقوب وحسان والناس دي، وممكن نبقى مواطنين متدينين عاديين يعني، لكن في النهايه ما بيبقاش عندنا اي استعداد لتفنيد الافكار اللي احنا خدناها واحنا اطفال دي، لمجرد ان احنا اصلا اتبرمجنا عليها. يعني هو المشكله الانسان لما بيتعلم في الطفوله حاجه بترسخ في ذهنه بشكل كبير جدا، فلو عشان كده في عادات كتيره جدا بتبقى عايشه لغايه دلوقتي برغم ان هي متخلفه ومش منطقيه يعني. وتلاقي الانسان ترقى في العلم احيانا ودخل الجامعه وممكن يشتغل في التدريس في الجامعه كمان ويبقى دكتور ويعمل كل حاجه، وتلاقيه متمسك بشكل غريب بخرافه ما يعني لمجرد ان هو اتعلمها وهو طفل يعني. فهي دي المشكله، المشكله ان مهما كانت وضوح النصوص والخيبه الثقيله فيها، لكن ممكن تبقى عادي مش مدرك لكل ده، او يعني مش ضمن افتراضاتك يعني ان هي تكون غلط، مش حاطط في احتمالاتك ان ممكن يكون الموضوع دوت غلط او مختل يعني. اكيد اكيد احمد، هو وعلى فكره يعني لا تستحي قول الشيخ يعفور يعني ما ضروري، لا تتردد يعني انا باسم جلدة الحنفيه يعني ولا يهمك. نسأل النبي بتاعنا في الموضوع ده ونشوف هيقول لنا ايه. يلا نبينا جاوب على موضوع يعفور يعني. ما يعفور ده كان من الحمير المكرمه، وقال لك ان هو جده اللي كان بيركب عليه نوح قال له ان في ناس في يوم من الايام هيجي واحد تاني من اشرف الخلق يركب عليكم. هو نفسه يعني ما تعتبرش شتيمه يعني، انت بتشبهك بقى خيره حمار خرج للارض. والده كان اسمه شهاب، يعفور ده والده كان اسمه شهاب، وفي سلسله يعني كبيره فعلا صح، والده وجده وكده وكلهم راكب عليهم انبياء، سبحان الله حاجه غريبه. والشيخ يعني شهاده ميلاد اظن الشيخ يعقوب كمان اسمه والده شهاب ولا لا؟ يعفور بن شهاب الشيخ. اصدقاء البرنامج يعني نحن لقينا اسم للشيخ يعقوب، فمن هون وهيك اسمه الشيخ يعفور، وبتعرفوا الشيخ ايش بسميه انا، فبهالحلقه هي ما راح انطق الكلمه هذيك، في حلقات اخرى مع يعفور. على كل انا في عندي سؤال جورج، شو هي الاسباب الثانية اللي تخلي مجتمعاتنا الإسلامية متخلفة غير الديني؟ إذا في أشي في أسباب ثانية غير الدين ورجال الدين يعني سبب تخلفنا، يعني إذا في أي أسباب ثانية ممكن تشرحها؟ هو إزاي الدين أصلاً عمل تخلف؟ يعني إيه اللي خلى الدين سبب التخلف؟ إن الدين وخصوصاً الأديان الإبراهيمية
وخصوصا الإسلام كرس حضارة مكان معين في زمن معين وخلاها مقدسة، فبقى هذه الحضارة في هذا الزمن المعين والمكان المعين بقت هي دي الحضارة المثالية. أي حاجة تخرج عن الحضارة بتاعت الناس دي أو تصرفات الناس دي بقت حاجة غير مثالية لأنها بقت غير مقدسة. فأصبح مفروض علينا دلوقتي إن احنا نعيش بنفس الفكر والثقافة والمرجعيات والأحكام بتاعت شبه الجزيرة، شبه جزيرة الحيوانات، شبه جزيرة الجرابيع في القرن السادس الميلادي، وبقت هي دي الحضارة المقدسة، وبقت هو ده المثال المفروض كلنا نحتذيه. فبقت السنة مثلا، وأحمد طبعا أضرب الكلام ده، إن أنت تلبس زي هؤلاء الجرابيع ما كانوا بيلبسوا في القرن السادس، بنطلون قصير وجلابيه مش عارف شكلها ايه، تربي دقنك ازاي، تحلق شنبك ازاي، حتى التفاصيل البسيطه بقت هي دي المثال. واي حاجه في الحضاره دلوقتي بقت ده شاذ او بقى ده خارج عن المنظر المقدس. فاي العلمانيه هي الحداثه، العلمانيه هي التطور الافكار، الخبره الانسانيه المتراكمه على مدار القرون وعلى مدار الزمن. فبقت اي حاجه جديده في هذه الخبره الانسانيه بقت ضد الكلام ده، او ما تنفعش معاه، او يعني ما ينفعش في مجتمع النهارده يطلع رئيس الجمهوريه مثلا لابس البتاع البيضه اللي بيلبسوها على دماغهم دي، ولا جلابيه ولا بتاع. ومن هنا جت العداوه. وهو بالطريقه دي الدين اصل للفكر المتخلف ده ان هو يستمر على مدار 1400 سنه، يبقى هو ده الفكر المثالي. واي حاجه ضد كده شيطانها وخلاها كفر والحاد وزندقه وبدعه، وكلمة البدعة دي وكل بدعة طبعا ضلالة وكل ضلالة في النار. عايز معلش اخد من وقتكم بس 10 ثواني. في كتاب كان اسمه 7 Pillars of Wisdom، أعمدة الحكمة السبعة، اعتقد ان في منه ترجمة عربي، كاتب واحد اسمه تي جي لورنس، بيقولوا عليه لورنس في أرابيا. لورنس ده ببساطة كان جاسوس بريطاني في وقت الحرب العالمية الأولى، بعتته بريطانيا لمنطقة الحجاز اللي هي مسقط رأس النبي الأمة البصمجي، وده أهله وناسه. بس الكلام ده مثلا ما كانش في القرن السادس الميلادي ولا في القرن السابع، ده الكلام ده كانت سنة 1913 القرن العشرين. فلما راح هناك كان وظيفته ان هو يخلي العرب يحاربوا الأتراك، ومقابل كده لورنس وعدهم ان هو هينشئ لهم دولة، هيخليهم يستقلوا عن الحكم العثماني وينشئ لهم دولة. وكانت المصيبة السوداء ان هو الراجل كان صادق جدا معهم في الوعد، لدرجة ان مجلس العموم البريطاني لما رفض ان هو ينفذ الوعد بعد كده بعد الحرب ما خلصت، فضل هو يحارب ويجاهد عشان يعمل دولة الزفت الكلب. فالراجل يعني ما كانش يعني، عشان بس ليه اللمحة التاريخية دي، لان الراجل عايز يعني انا عايز افهم المشاهد، الراجل ده ما كانش بيكره الجماعة دول، ما كانش بيكره الجماعة العرب بتوع الحجاز، ما كانش معادي ليهم، بالعكس كان يعني متعاطف معهم جدا وعايز يساعدهم وعايز ينفذ لهم الوعد، ومقدر جدا ان هم حاربوا مع الجيش البريطاني في المنطقه دي عشان يهزموا الامبراطوريه العثمانيه. فالكلام اللي كان بيقوله هو كلام من داخله، مش بيكره الناس دي وبيشنع عليهم او بيقول عليهم كلام فاضي، لا هو راح هناك وبيوصف الحال. في التشابتر 3 في الفصل الثالث صفحه 21 بيوصف الناس دي كان شكلهم ايه. اقرا بس المقطع ده، بيقول they were a limited narrow minded people، ناس مخهم ضيق جدا ما بيفهموش خالص، whose inert intellects lay fallow in incurious resignation، العقل الذكاء بتاعهم ضعيف جدا، حجم الذكاء بتاعهم ضعيف جدا ويعني يركض في القعر، their imaginations were vivid but not creative، ناس غير خلاقة على الإطلاق، خيالهم واسع جدا وبيشوفوا خيالاتهم بصورة واضحة لكن ما فيش أي حاجة خلاقة على الإطلاق، ما بيعملوش أي حاجة كرياتيف يعني. There was so little Arab art in Asia that they could almost be said to have had no art، ما فيش أي نوع من أنواع الفن عندهم على الإطلاق. لكن تتخيل الناس دي كانت شايفة إيه؟ يعني الواحد لو بيوصف مجموعة من الغنم هيبقى في حاجة أكتر من كده ينفع تتقال عنهم، يعني كانوا أحط من الغنم فعلا، لا في أرت ولا ذكاء ولا فهم، ومخهم ضيق جدا. بعدين بيكمل هنا يقول إيه، though their classes were liberal patrons and had encouraged whatever talents in architecture or ceramics or other handicraft their neighbors and helots displayed،
nor did they handle great industry. They had no organizations of mind or body. رغم ان جيرانهم كان عندهم مثلا الصناعات اليدوية عندهم حرف ما غروش منهم. ما كانش عندهم اي organization اي تنظيم ما بين مخهم وما بين جسمهم. نكمل. They invented no system of philosophy. ما اخترعوش ولا system ولا نظام philosophy خالص. ما فيش اي نظام فلسفي عندهم. No complex mythology. حتى الدين عندهم ما كانش معقد وفي تعقيدات الدينية بتاعت المثال. لا هو الدين زي ما هو كده. هو في مثلا الله يبقى هو الله. في النبي يبقى هو النبي. ما فيش اي مراجعات لأي حاجة. ما فيش نظام mythology معقد. They steered their course between the idols of the tribe and of the cave. ناس عايشين في الكهوف. هو ده كل فكرهم. فكرهم عن الكهوف. The least morbid of peoples, they had accepted the gift of life unquestioning as axiomatic. قبلوا الحياة زي ما هي. مفيش أي أسئلة عن الحياة خالص. يعني دي حتى بداية الحاجات اللي خلت أوروبا تبتدي تتقدم. واحد زي آيزاك نيوتن مثلا وقعت عليه التفاحة وبتقعد يفكر ده إيه. لا الناس دي ما بتفكرش خالص. هي الحياة هي كده يبقى هي كده. التفاحة وقعت ليه؟ وقعت خلاص. هي وقعت فأنا هاكلها. الحمد لله إن هي وقعت وأنا أكلتها. مفيش أي تفكير مثلا في كل حاجة بمبادئ التسليم عندهم. وبعدين بيمضي يعني في وصفهم. فدي بعض المواصفات اللي الراجل ده كان بيوصف بيها. ان تخيل انت ناس بالمنظر ده في القرن العشرين. في القرن السابع كان شكلهم ايه؟ جورج هنما حضرتهم دي بقى الدين عايز يفرضها علينا ويخليها هي المثال او الشكل المناسب للحياة في عصرنا ده. يعني اذا كانوا في القرن العشرين بالمنظر ده في القرن السادس كان شكلهم ايه؟ وازاي عايز تاخد حضرتهم دي هؤلاء الجرابيع وتخليها النهاردة مثال لينا نحتذي بيها ونعيش بيها. أنا آسف على اللي طلع. لا ولا يهمك ولا يهمك. بس أنا بتتكلم. أنت خدت 10 ثواني جورج بس وأنت بتتكلم حصل انفجار في 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 الأولمبي في القرية الأولمبية في في البرازيل في سباق الدراجات عند خط النهاية واثنين اتجرحوا وفي بلجيكا في واحد هاجم بالسطور على اثنين جرح اثنين. حاجات كتير حصلت أنت في 10 ثواني دول. ده غير المغرب اللي اغتصب الاثنين العاملات النظافه. في شرطيين اتجرحوا في هجوم سطور قدام مركز الشرطه في بلجيكا وداوي انفجار ضخم في في القريه الاولمبيه في البرازيل عند خط نهايه سباق الدراجات. ما هي اخبار جديده يعني؟ وهو بيتكلم جورج. يا سلام. يعني لسه بنحكي الاشكال دي كان شكلهم ايه تصرفاتهم ازاي. احمد جلده الحنفيه ان هو ادانا مثل يعني في طبعا الموضوع ما يدعوش للضحك. انا في عندي تعقيب وراح ارجع لاحمد. بصراحه انت قلت التفاحه لما تنزل يعني اسف جورج ما عندهم تفاحه ان عندهم تمر تنزل عندهم تمر فحلوه بياكلوه مباشر. وبمناسبه المقطع اللي قريته انت يا جورج انا عندي قصيده حابب اقراها على نفس جماعتنا اللي هنيك. اسمها القصيده بني يعرب. انا قريتها المره ولكن احب اقراها مره ثانيه. هالمره اقراها كامله اظن يعني. تقول القصيده: عرب عرب جرب جرب شيمتهم الخيانه وقله الادب لسانهم طويل وفهمهم قليل وعقولهم مدفونه بين الصره والركب. عرب عرب ولا يعرف لوجودهم في هذا الكون أي سبب ولا يعرف لهم لا أصل ولا فصل ولا نسب. غزاة حفاة عراة هذا ما قرأناه لكل من للتاريخ قد كتب. كائنات لا ينقصها سوى رسن وسرج وذنب. عرب عرب جرب جرب. آسف للإطالة. أفاد بيك أنت جن حبايب البيئه. نرجع لاحمد. هو الراجل اللي هو بتاع السطور في بلجيكا ده دخل على الشرطه الله اكبر وقعد يضرب في الناس قدام الشرطه وفي الاخر يعني اكيد هيقولوا عليه مختل عقليا يعني. وممكن فعلا يكون الناس دي مختل عقليا لان فعلا الديانه دي بتجذب المختلين عقليا وبتجذب الساديين والسايكوباتيين وبتجذب ناس كتير من المضطربين يعني. يعني داعش اعتقد
تنظيم جذب أكبر عدد ممكن من الساديين في العالم يعني، بسبب ممارساتهم السادية واللي هي فاقعة جدا واللي هي بتغري أي حد سادي يعني. صراحة شيء يعني ما بعرف speechless، ما يعني يتوقف اللسان عن التعبير بأهل وناس هل يسمونه بشر. بس برضه في النهاية القصيدة بتاعتك بليغة جدا، بس في النهاية برضه يا جان مش كل العرب يعني، مش كل العرب سيئين. بصراحة أنا حتى جتني اعتراضات كثير، وأنا لما كتبت عرب عرب هي بصراحة أنا مو إنه أقصد العنصر العربي أو الشخص العربي، هي يعني الضرورة الشعرية حطيتها عرب عرب، ولا أنا أقصد المعنى القصيدة والثقافة العربية ليس العنصر العربي نهائيا، وأنا أعتذر للي يعتقد أنه العنصر العربي ليست للعنصر العربي وأنا لست عنصري، وبس الضرورة الشعرية يعني جمالية القصيدة يجب أن تكون عرب عرب يعني، ف أعتذر للي أخذ على خاطره يعني، لا 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 عادي، هي ممكن صح. يكون نقد ذاتي يعني، لان احنا اصلا ممكن برضو يعني احنا اختلطنا بالعرب وجيناتنا فيها، احنا عندنا عرق عربي حتى مهما كان يعني، حتى لو يعني صحيح، وثقافتنا عربية يعني عربية صحراوية بحتة يعني، للأسف الشديد إن كنا أتراك ولا أكراد ولا إيرانيين ولا باكستانيين ولا أفغان ولا أمازيغ كلهم يعني ثقافة عربية يعني ما بنقدر نتخلص منها، فهي النقد للثقافة النقد مو للعنصر العربي بحد ذاته يعني. على كل خلينا نروح أحمد، هل تعتقد أن العلمانية مصير حتمي لكل الشعوب العالم؟ وما هي الطريقة المثلى التي سترتقي بنا نحو مجتمع علماني بأسرع وقت؟ تفضل. من وجهة نظري أنا القضاء على الأديان هي الطريقة المثلى يعني، مش عايزين نضيع وقت كتير يعني، هو الأديان خرافات، لو احنا طهرنا المجتمع من الخرافات هنعمل اللي احنا عايزينه، ممكن نعمل أي حاجة في الدنيا، هنعمل معجزات يعني. برأيك إنه هو مصير حتمي لكل شعوب العالم؟ طبعا معاك أنا في النقطة دي. تمام. جورج، في عندي سؤال بصراحة انطرح يعني، وفي ناس تتبنى وجهة النظر هي، إنه يا جماعة ما تقول للأعور أعور بعينك يعني، مثلا شعوبنا متخلفة ونحن من هالشعوب هي يعني، ليش نحن نقول إنه شعوبنا متخلفة؟ برأيك لازم نقول نحن شعوبنا متخلفة ولا لازم نسكت لأنه نحن من هالشعوب هي يعني ما نقول عنهم متخلفين؟ لو احنا سكتنا محدش تاني هيهتم يعني، يعني كل واحد جوع اولى بلحم طوره، لو انت سكت ما قلتش ايه المشكله، محدش تاني هيجي يدور عليك ويقول لك على فكره انت عندك مشكله، مين تاني هيهتم بيك؟ الثقافه يعني، المشكله ان المريض دايما لازم اول خطوه في العلاج ان هو يعترف ان هو مريض، يعرف ان هو عنده مرض يعني. لو انت رحت ما دي برضو من ضمن يعني للاسف الشديد كل التصرفات دي من ضمن ثقافة القرن السادس الميلادي في هذه المنطقة من العالم، ان انت تخبي على يعني في برضه ثقافة منتشرة ان انت تخبي على المريض مرض، لو واحد عنده مثلا ورم خبيث تخبي عليه ما تقولوش، الدكتور ما يقولوش عشان ما تخضوش، قال عشان ما يعرفش الحقيقة فيتخض، لكن الافضل ودي حاجات متجربة، عشان كده تلاقي في الدول المحترمه لا المريض عنده حاجه انت بتقول له عندك، انت عندك مرض تحب اقوله لك اقول لك ايه هو، فلو هو وافق لازم تقول له انت عندك كذا كذا كذا، ما تخبيش عليه خالص، لازم تبقى في صراحه متناهيه، لان دي اول طرق العلاج، اول خطوه في العلاج، لو ما قلتلوش انت عندك ايه مش طب وبعدين هيدور على العلاج ليه لو هو مش عارف ان هو مريض. لو الشعوب دي فضلت غارقه في الجهل وفضلنا احنا نسقف لهم ونطبل لهم وبرافو عليكم لا انتوا كويسين وما تزعلش اخويا وبتاع ولا ده انت احلى منهم ده انت احسن امه خرجت في الناس، ايه النتيجه؟ بعد 1400 سنه هم عاملين بيسمعوا الكلام ده بقى لهم 1400 سنه، انتوا خير امه اللي خرجت للناس وانتوا احسن ناس وانتوا اللي ارسيتوا قال دعائم الحضاره الغربيه وارسيتوا دعائم العلم في الغرب ومش كل هذا الهراء والعبث، بعد 1400 سنه ايه النتيجه النهارده؟ مفيش نتيجه، النتيجه سيئه جدا، فلازم يحصل طفره في الموضوع، لازم اولا تواجههم بمشكلتهم، بعد ما تواجههم بمشكلتهم نشوف بقى ايه الحل.
واللي هم بيعملوه ده الطبيعي يعني اللي انت دي برضو من مراحل يعني في علم النفس من مراحل تقبل المرض. في الاول خالص بيبقى فيه دينايل، بيبقى فيه صدمه، وبعد الصدمه بيبقى فيه دينايل يعني اللي هو ايه، لا لا انا ما عنديش الكلام ده، لا لا انت غلطان، انت متاكد؟ طب ارجع كده اتاكد، انا يمكن ما اكونش عندي المرض ده. بعد شويه بيتقبل وبعدين يسالك طب ايه العلاج. فهم دلوقتي في مرحله الدينايل، في مرحله ان هو لا لا انت بتتجنى علينا، وانت كافر وغربي وصليبي وصهيوني وابن دين كلب وبتاع. ماشي ارتاح بقى شويه كده، خد المرحله بتاعتك دي، وبعدين لما تهدى وتعرف ان انت فعلا مريض ومحتاج العلاج تسال على العلاج، ساعتها تعرف ايه العلاج. اي حاجه تانية يحصل غير كده هنفضل في نفس الوحل اللي احنا فيه من 1400 سنه، مفيش اي حاجه تتغير. بكل تاكيد احمد، انا حابب اوجه لك نفس السؤال، يعني انه في وجهات نظر بتقول انه لازم ما نقول عن انفسنا نحن متخلفين، لانه نحن من ضمن هالمجتمع، يعني مجتمعنا لازم ما نقول له متخلفين، او يعني ما نقول له انتم في عصر الانحطاط. انا بالنسبه لي يعني دائما اقول انه شعوبنا في عصر الانحطاط. فشو رايك بالوجهه النظر هذه؟ تفضل. لا احنا مش متخلفين، احنا متقدمين جدا و يعني ناضجين وشعوب جميلة جدا، وخلينا كده يعني، خلينا كده. لازم اي داء، لازم يتم تشخيصه الاول قبل ما يتعالج. يعني اي داء في الدنيا لازم نشخص، ولا ايه يا دكتور؟ لازم نشخص المرض الاول. ده لو ما شفتش متخلف ده هيبقى اسمه ايه؟ مش فاهم يعني، ده هيبقى اسمه ايه اللي احنا فيه ده؟ لو مش اسمه تخلف هيبقى اسمه ايه؟ ده كلمة تخلف ما بتعبرش في الحقيقة عن الواحد شعر بيه وحاسس بيه. يعني يمكن انتوا بعيدة شوية عن المجتمعات عايشاها اللي احنا فيها. بصراحة الوضع لا يطاق، يعني لا يطاق فعلا. يعني يعني شعوب يعني عايشة في العصور المظلمة في وقت احنا فعلا العالم في مكان تاني خالص. الأمم عايشة حياة مختلفة عننا خالص، احنا عايشين متخلفين قرون ورا. يعني كلمة متخلفين هتتقال امتى؟ طيب يعني هتتقال امتى كلمة متخلفين دي؟ يعني انا ما عنديش مشكلة لو انا كإنسان يعني عندي جهل، عندي قصور، عندي تخلف، حتى اقول انا متخلف، انا مثلا متخلف عن الباقيين. يعني ده مش شتيم، بس انا بعرف حالي كده ان انا متخلف، وبالتالي اشتغل على ده بحيث ان انا ما ابقاش متخلف، ابقى كويس، اتعلم. انا واحد من الناس بعترف ان انا مش مثقف وعندي جهل كبير جدا بالعلوم وبالحاجات دي. دي حقيقه، انا عشت حياه معينه، عشت في الخرافه، عشت واحد من الجهال، واحد من المشايخ اللي لا يفقهون شيئا يعني. وبالتالي لما اقول على نفسي كده ده مش معناه يعني ان انا بهين نفسي او كده، بالعكس يعني انا بقول بعترف بحقيقه ولازم اسعى لتغييرها، لازم اسعى لتغييرها. لو انا بقى قعدت اقول على نفسي ان انا مثقف وان انا كويس وان انا زي الفل وكلام من دوت، وانا ما اشتغلتش على نفسي خالص، هيبقى انا بس في مثقف وكويس ومحترم وزي الفل في قدام نفسي بس. لكن العالم شايف حقيقتنا، يعني زي احنا ما قلناش عن نفسنا متخلفين، العالم شايف ان احنا متخلفين. بكل تأكيد، بكل تأكيد، وعايشين حياة التخلف. ويا يعني لو كنا منا متخلفين هالحروب، ويعني ممكن الأخ يقتل أخوه على أبسط الأسباب. يعني لو ما كنا متخلفين ما كنا وصلنا للمرحلة هي من العهر الثقافي، العهر يعني للأسف الشديد. يعني شايفين الحروب هي كلها. جورج، أنا بدي أرجع لك نفس السؤال اللي سألته لأحمد. هل تعتقد أن العلمانية مصير حتمي لكل شعوب العالم؟ وما هي الطريقة المثلى التي سترتقي بنا نحو مجتمع علماني بأسرع وقت؟ تفضل. العلمانية مصير حتمي فعلا، لأن أي لو ما حصلش إن فكر العلمانية تم تطبيقه حرفيا في أي مجتمع، المجتمع ده إلى زوال. والنتيجة واضحة. يعني الموضوع مش مثلا مش محتاجين نعمل دراسة، الموضوع واضح جدا. 1400 سنة من التجربة، انا ما سمعتش عن تجربة بتاخد 1400 سنة. يعني دايما يقول لك الخطأ في التطبيق، النظرية صح والخطأ في التطبيق. هل في انت عمرك سمعت عن تجربة قعدوا يطبقوا فيها 1400 سنة وبعدين في الاخر التطبيق غلط؟ مفيش حد في 1400 سنة طبق التطبيق صح.
فين اي تجربه في العالم تجربتها لمده 1400 سنه وفي الاخر مش عارفين يشوفوا الطريقه الصح اللي طبقوه بيها؟ يعني ده تهريج فعلا يعني. والوضع الى زوال دلوقتي. مثلا لو تبص على المجتمعات اللي خدت العلمانيه مبدا بيها، مجتمع مثلا زي المجتمع الامريكي والمجتمع الالماني، الامريكان والالمان كانوا بعض في الحرب العالميه الاولى والثانيه وكانوا ألد العداء. النهارده الامريكان والالمان من اكبر الاصدقاء، من اكتر الدول اللي بتتعاون اقتصاديا وعسكريا وفلسفيا وعلميا وكل حاجه. فالناس بتعدي خلاص مرحله يعني في عداوه في وقت معين بشكل معين، ده الفكر العلماني خلاص. دلوقتي العداوه خلصت، دلوقتي احنا ممكن نتعاون مع بعض اكتر، نفيد بعض، انا افيدك وانت تفيدني. لكن في الناحيه المقابله مثلا عداء زي عداء الشيعه والسنه، كل ده بسبب شويه بشر يعني حتى لم يثبت وجودهم لحد النهارده، شويه جرابيع عملوا خناقه من 1400 سنه لحد النهارده الناس بياكلوا في بعض تكريما لهؤلاء الجرابيع اللي كانوا من 1400 سنه. ولحد النهارده بيموتوا في بعض، ولحد النهارده بيكرهوا بعض، ولحد النهارده بيشتموا في بعض، ولحد النهارده مفيش اي نوع من التعاون اطلاقا. السعوديه وايران عمالين ياكلوا في بعض زي الحيوانات. ليه؟ عشان مش عارف علي ومعليش وموقعه الجمل وموقعه الحمار والكلام الفاضي ده. لان ده فكر ديني منحط والى زوال. لو سبتهم على بعض يعني، لو ما كانش في بقى الدول الكافره الغربيه الصليبيه الصهيونيه الملحده، لو سابوا شويه الحيوانات دول على بعض هيخلصوا على بعض. لولا وجود هذه الدول في المنطقه ولولا البفر اللي بيعملوه كان الحيوانات دول خلصوا على بعض من زمان. والدليل بص دلوقتي على السعوديه واليمن مثلا ونازلين طحن في بعض. ولولا المجتمع الدولي بيتدخل والامم المتحده اتفضل يا احمد. الدول والشعوب، الدول والشعوب كمان يعني، حتى الشعوب الاوروبيه نفسها، منظمات المجتمع المدني هناك والمنظمات الانسانيه العالميه يعني، الشعوب حتى الاوروبيه ولا الشعوب المتحضره بتمد لنا يد العون يعني. صحيح صحيح احمد. طب خلونا نروح على الاسئله بتعليقات اليوتيوب. في الاخ شرقاوي ملحد عم بيقول: لماذا هناك شرطة الأداء في بلادنا الواقعة تحت الاحتلال الصلعمي؟ عالم غريبة جدا. في الأخ دانيال: عليكم اللعنة، لعنة الله يا كفار. المهم طيب، الأخ شرقاوي عم بيقول: هل التطبيل والتعريص للحاكم في بلادنا هي من تعاليم الديانة الصلعمية؟ اللي بيحب يجاوب السؤال على السؤال احمد، اتفضل اتفضل، ده مالي حقك ده يا احمد. السؤال الثاني: هل ايه من تعليم الديانه الصلعميه؟ هل الايه؟ هل التطبيل؟ خليني ارى السؤال كاملا يعني مشان ما يزعل منا شرقاوي. هل التطبيل والتعريص للحاكم في بلادنا هي من تعاليم الديانه الصلعميه؟ اعتقد التطبيل للحاكم يعني مش من تعاليم ديانه معينه يعني، هي احيانا بعض الشعوب بتنخدع بالحكام بتاعها، واحيانا بعض الشعوب واحيانا بعض الناس بيكونوا مستفيدين طبعا من التطبيل لحد معين ماديا، مثلا زي الاعلاميين مثلا عندنا احنا، وفي ناس في جيناتها تعريس، في جينات موجود كده، مخلوقين كده. احمد بصراحه في 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 شباب يعني بسموا حالهم مثقفين وبشكل من الاشكال يطبلون يعني من حيث لا يعلمون وبدون اي ما يستفيدوا يعني، بدون اي فائده ماديه. ده على يعني شو كيف تقدر تفسر هالتصرف هذا، انه بدون ما اكون مستفيد شيء من هالحاكم هذا، ومع انه بسمي حالي مثقف وفهمان وكل الاشياء، ومع ذلك اطبل يعني، شو الفكره من لا، هو في نقطه مهمه برضو عشان ممكن في ناس تفهمنا غلط يعني. هو هنا مثلا في مصر النظام الموجود دلوقتي ده قام بعد ما الاخوان وصلوا للسلطه والشعب فاض بيه منهم، واحنا كعلمانيين بدانا نخاف على وجودنا يعني وحياتنا عموما يعني، وبقينا نخاف على بدأ بلدنا لانها كانت ماشيه في اتجاه ان هي تبقى داعش او دوله خلافه. النظام اللي موجود دلوقتي هو بصراحه قائم على الناس اللي وقفت ده او
استجابت للشعب ووقفت قدام ده يعني. ففي ناس بتعتقد ان ده يستدعي ان احنا نشيد بيهم يعني، مش نطبل لهم، نشيد بيهم. وفي ناس بتزود فيها شويه في الموضوع دوت، في ناس مش قادره تشوف عيوب النظام الموجود دلوقتي او اخطائه عشان خاطر يعني متاثره بالصوره دي بان هم وقفوا مع الشعب وان هم وقفوا المشروع الاسلامي. في ناس بتفكر ان هم الوحيدين اللي قدروا يجمدوا الوضع القائم عند النقطه اللي احنا فيها دي بحيث ما تدهورش اكتر من كده، واحنا علينا ان احنا نصلح من الداخل او نشتغل على القواعد ونشتغل على المجتمع نفسه ونغيره يعني. مش كل اللي يعني مش كل اللي بيشيد بالحاكم دلوقتي او كده يبقى بيطبل يعني. اللي بيطبل بقى هو الاعلام ده اللي عمال ليل نهار كأن الحكومة دي ما عندهاش عيوب وكأن الزعماء دول ما عندهمش اي اخطاء، وحتى الاخطاء الفادحة بيشوفوها كحاجات كويسة وبيدافعوا عنها يعني كأن الحاكم صح طول على طول الخط. وده مش صحيح، مفيش حد صح على طول الخط، مفيش حد صح على طول الخط. وهم في الواقع مأجورين يعني، هم في الواقع بيتقاضوا فلوس مقابل كده، مش بشكل رسمي يعني. هو شغال في القناة وده دي توجهات القناة ودي سياستها وهو بياخد مرتب على كده، فمن الطبيعي ان هو يعني ينحاز لكده اذا كان طبعا جاهل وكده. لكن لو عنده مبدأ ومثقف وفاهم الكلام بتاعه ده هيؤدي لإيه وهيضر المجتمع قد إيه وكلام من ده، مش هيبقى جزء من اللعبة دي يعني، هيشوف شغلانة تانية أو قناة تانية أو يعمل أي حاجة غير إن هو حتى لو كلم ناس على طريق اليوتيوب يعني. لكن فكرة إن أي حد بيشيد بالنظام يبقى بيطبل، أنا بصراحة لا. أنا أعرف ناس كتير محترمين بيشيدوا بالنظام بحيث إن هو على إن هو الموجود دلوقتي بحيث إن هو بيحافظ على الوضع القائم عشان ما نبقاش زي دول تانية يعني ظروفها أسوأ من كده يعني. شفنا حتى احنا بشار الأسد نفسه كلنا كنا ضد حكمه بصراحة يعني. أنا واحد من الناس كنت أتمنى لسوريا حاكم ديمقراطي، مش نظام زي نظام بشار الأسد اللي هو ورث الحكم عن أبوه أو كده. لكن بعد الثورة والكلام ده وبعد ما اتقلبت داعش والإرهاب بالشكل ده، بنتابع الأخبار كل يوم عشان نشوف الجيش السوري إمتى بقى هيستعيد سوريا ويرجعها الوضع ما قبل الثورة حتى، لأن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي كارثة. ولن يستعيد لأنه قائم على باطل، وصدقني سوريا ستتقسم بين الشيطانين يعني، لن تعود سوريا. على كل في سؤال، الوضع اللي قائم في سوريا قبل الوضع اللي كان موجود في سوريا قبل الحرب الأهلية دي أفضل 1000 مرة من الوضع اللي احنا فيه بما لا يقارن يعني، أفضل 1000 مرة. فلو انه رجع على نفس النقطة ده هيبقى انجاز، لان اللي حصل ده يعني داعش دي بحد ذاتها ردة رهيبة يعني، ردة رهيبة للشعب السوري، ردة فظيعة يعني. يعني تجاوزت حكاية الدكتاتوريات والحاجات دي كلها يعني، اي دكتاتور دلوقتي ارحم يعني من اللي بيحصل ده يعني. مش عايز اقول لك هتلر لو حكم سوريا ارحم من داعش بصراحة، مش بشار الاسد صحيح. هو اذا بدك تنظر مظبوط صح يعني، سوريا قبل ما تقوم هالثورة هاي بما سموها ثورة يعني أفضل من هلا، يا ريت ترجع سوريا قبل يعني. تم بشار كمان 20 سنة تانية بدون ما تراق كل هالدماء هاي وتندبح كل هالناس. ولكن المشكلة إنه المعسكرات القاعدة اللي كان يبعتها للعراق وصارت داعش كانت جنب حارتنا يعني، للأسف الشديد، وأشخاص بنعرفهم اللي كان القعقاع كان يجي على بيت خالي الباب ودافع عن يعني. فالمسألة مطبوخة عندهم يعني، كلهم واحد يعني. المشكلة انه كلهم واحد يعني، المخابرات السورية هي اللي صنعت القاعدة اللي كانت تحارب امريكا في العراق للأسف الشديد يعني. كلهم خليط واحد، هدول بني علي وهدول بني عمر. سوريا اصلا في الواقع حرقت اعصابنا يعني، والواحد بينام بيحلم بسوريا يعني، بيحلم اللي بيحصل في سوريا والله. بنام انا صاحي النهارده يعني، صاحي النهارده على حلمي، صاحي وعماله يعني صاحي مش عارف كاني هو عملوا ايه في حلب بقى في الجنوب دلوقتي. هل كسروا الحصار بتاع القوات كده ولا ما كسروهوش؟ الحرب ما فيش اشرس من كده يعني، ما فيش اشرس من اللي بيحصل ده يعني. حرب رهيبه وناس عماله تموت بعضها بشكل فظيع. الناس اللي بتموت هناك دلوقتي في حلب في المعركه الدائره دلوقتي حاجة غريبة يعني، الناس بتنتحر كميات كبيرة جدا من الإرهابيين
بيشتبكوا مع قوات الجيش وبيموتوا من الجو ومن على الارض وكده، ومع ذلك الماده بيجي، مجاهدين جداد بيجوا وهكذا، يعني مذبحه كبيره بتحصل. واللي صاير احمد، اللي صاير يعني انه القوى الخارجيه اللي هلا صارت بايد القوى الخارجيه، يعني ما عم تسمح لاحد الاطراف انه يضعف وينهار. يعني اذا احد الاطراف ضعف بيقووه على هذا مثله حتى تستمر الحرب الى ما لا نهايه، يعني تقريبا حتى يقسموا ولا سوريا وننتهي من الحكايه. يعني يا ريت تتقسم يعني بس سوريا 600 قسم بس، يعني ذنب الاطفال ايه، وذنب الناس اللي عماله تموت دي ايه، وذنب النساء ايه، وايه للأسف. يعني ان شاء الله حتى تحتل سوريا، يعني ان شاء الله حتى انا ما عنديش مشكله مع الحدود، خلي بالك انا عندي مشكله مع الانسان، يعني الانسان يتبهدل ويتعذب بالشكل ده. يعني كل الحدود في الدنيا ملهاش اي قيمه في وجهه نظري، يعني القيمه في الانسان يعني. لكن سوريا بالشكل ده يعني ما بشكل بقت مشكله، بقت عبء على نفسي على البشريه كلها، بقت عبء نفسي علينا كلنا بصراحه. صحيح صحيح. والمشكله هي بترجع مثل ما قلت، هي الديانات، يعني المشكله بين علويه وسنه على الخلافه، صدقوني هاي هي القصه كلها. الصراع في سوريا اصله ديني في الاساس. صحيح صحيح. واللي عم بدفع الثمن هالاطفال هاي للاسف الشديد على كل تفضل احمد اذا في عندك اي تعقيب. لا لا فعلا الاطفال اللي احنا بنشوفهم في الصور حاجه تبوظ الاعصاب يعني. صحيح. في سؤال للاخ جورج من احمد ادم عم بيقول: تحياتي لك جان واحمد وجورج، وكالعاده مواضيعكم جميله جدا. في رايي ان منطقتنا الكريهه مليئه بالاديان والعادات. سؤالي لجورج: هل تعتقد انه يمكن ان تقوم لدينا ثوره فكريه علميه كالتي تمت في اوروبا، خصوصا في الفتره في هذه الفتره وظهور الملحدين؟ بالمناسبه لم يتبلور لدينا نظام علماني حقيقي، والجموع الشعبيه لا تقيم اي شيء الا من منظور ديني كامل مودتي ومحبتي. تفضل جورج. ثم يعني اجابه السؤال ترتبط كثيرا جدا بالكلام اللي كان بيقوله احمد، وانا هقول رايي يعني، يعني ممكن رايي ما يعجبش ناس كتير بس ده رايي او ده اللي انا شايفه. نقول ما يعني ما لنا ولا ما علينا. زي احمد ما كان بيقول يعني النظام مثلا، نظام زي النظام القائم دلوقتي في مصر ده فعلا ليه انجاز رهيب او انجاز يشكر عليه جدا، وهو انه اطاح بالخلافه الاسلاميه او اطاح بالجماعه الاخوان المسلمين اللي كانت واخده بلد زي مصر ومتجهه بها الى اتجاه داعش. ولكن في نفس الوقت النظام لم يقدم بديل اخر للشعب. وهذه الانظمه على فكره، سواء نظام الحكم في مصر او سوريا او نظام انظمه الدول العربيه دي كلها، بتحصد ما زرعته على مدار قرون. انت ازاي عايز قرون طويله عمال تدرس للاطفال في المدارس، في المدارس الحكوميه ومش في حصه الدين، في حصه اللغه العربيه ولا في حصه الانشطه ولا بتاع، بتدرس لهم ايات قرانيه وايات الجهاد وقصص زي قصه عقبه بن نافع وقصه زفت وقصه ما اعرفش خالد بن الوليد. يعني بتربي اجيال من الارهابيين، بتربي اجيال من الاطفال المتعاطفين مع هذا الفكر المدمر. وبعد كده بتستغرب ان الناس دي عايزه تطيح بيك مثلا، او عايزه تعمل دوله غير دولتك، او عايزه تعمل خلافه في المكان بتاعك. طب ما انت اللي معلمهم الكلام ده، يعني انت بتحصد ما زرعته على مدار قرون. المشكله ان في الانظمه، يعني النظام زي النظام المصري بعد ما عمل خطوه كويسه جدا توقف، ما عملش حاجه تاني. مفيش اي اصلاح في التعليم، مفيش اي اصلاح في اي حاجه، نفس القصص بتدرس في نفس المواقيت، نفس الاماكن، نفس كل شيء، كل حاجه بتدور في نفس الحلقه الجهنميه، نفس مستوى الجهل، نفس كل حاجه. يعني عشان نتطور زي احمد ما كان بيسال احمد ادم، عشان هل تعتقد ان يبقى في ثوره فكريه؟ هيبقى في ثوره فكريه، وسواء بالنظام ده او بنظام غيره لازم يكون في ثوره فكريه. لكن الموضوع كان يبقى اسهل واسرع بكتير جدا لو كانت الحكومه والنظام الحاكم هو اللي بيساعدك. يعني انت برضو كواحد مثقف او واحد عمال بتتكلم على اليوتيوب او بتكتب او بتعمل اي حاجه، تاثيرك مش زي تاثير الحكومه. لو الحكومه صحيت الصبح وقالت يتم الغاء تدريس هذه القصص مثلا في المدارس، قطع عليك شوط انت كان ممكن تقعد 20 سنه عشان تخلي القصص دي ما تتدرسش في المدارس. لو صح هو الصبح لغاها وفر عليك مجهود 20 سنه. لو صح الصبح لغى الايات القرانيه في التعليم، لو صح الصبح بدا يدرس مناهج محترمه بدل ما يدرس لك عن شخصيه خالد بن الوليد، هات يا اخي شخصيه زي احمد زويل مثلا، زي مجدي يعقوب، هات شخصيه زي بيل جيتس،
شخصيات ناجحة عملت حاجة ودرسها للأطفال في المدارس، ازرع تعليم فعلا حقيقي، ما يبقاش التعليم زي التعليم الموجود دلوقتي. ولو بدأت بالتعليم كل حاجة هتبقى زي أحجار الدومينو، كل حاجة يعني everything will fall in place بعد كده، كل حاجة هتقع في مكانها المظبوط. فلو الحكومة ساعدتك في الموضوع ده هيبقى الموضوع أسهل ويوفر عليك وقت كبير جدا، بدل يعني بدل ما تقعد تهر أنت 20 سنة، الحكومة ممكن تاخد قرار الصبح تخلص لك الموضوع كله. الحكومة معهاش فلوس جورج، الإسلام فلس الشعب، فلس الحكومة، الشعب كتر، الناس تكسرت زي ما النبي كان عايز، والشعب تضاعف بقى كبير، والحكومة بقت مش معهاش فلوس تعمل أي حاجة خالص. تعديل المناهج محتاج فلوس، تعديل الإعلام الكويس محتاج فلوس، الصحة الكويسة محتاجة فلوس، كل حاجة، حتى سن القوانين يا راجل وتطوير منظومة القوانين محتاج فلوس، كل حاجة محتاجة فلوس. الحكومة معهاش فلوس، الحكومة مشغولة بإن هي الاقتصاد متدهور، وفعلا الاقتصاد بتاعنا واقع يعني، أو بيقع يعني بيتردى جامد، الموضوع على معقد الأقل جدا. ما تفرقش أنا معاك كل في اللي أنا الحكم بقوله، الأوفر مثلا يعني. أنا كل اللي أنا بقوله نعم، يعني على الأقل خالص ما تفرقش معاك الأزهر في الحكم مثلا. يعني دلوقتي هو الأزهر بقى من الأزمة دي الجهة فيها الحاكمة. الحكومة الحاجة. هي الحكومة عندها إسلام سياسي ضاغط، وبتحاول إن هي تخلي الأزهر ده تستخدمه في مواجهة الإسلام السياسي الضاغط دوت، من باب ارتكاب أخف الضررين يعني. الأزهر تحت السيطرة، لكن الإخوان مش تحت السيطرة، ولا السلفيين تحت السيطرة، فهم بيحاولوا إن هم يواجهوا الناس اللي تحت، اللي مش تحت السيطرة، بالناس اللي تحت السيطرة. الموضوع معقد، وأزمتنا أزمة إسلام، أزمة دين يعني. ونحن بنقول إن الحكومة مش كويسة يعني، ولا بنقول نظام كويس، إحنا بنقول إن هو، أنا شايف إن هو يعني لو حافظنا على الوضع القائم ده عشان إحنا نعرف نشتغل ونوعي الناس، يبقى كده كتر خير واحسن يعني. ما بقولش ان هو ما يتغيرش، بالعكس نضغط في ان هو يتغير، ونضغط في ان وننتقل الاخطاء ونضغط. يعني في دلوقتي النائب العام قدم مشروع قانون الغاء خانه الديانه من البطاقه، وده حاجه كنا بنطالب بيها من زمان. ف يعني احنا مع مطالبات وحملات زي كده يعني، ان احنا بنطالب ونضغط بحيث الحكومه تعمل حاجه، لكن مش مطلوب مننا بقى ان احنا نقعد نتفرغ لانتقاد الحكومه او نعول عليها او نقول ان هم بايدهم ان هم يصلحوا هم لوحدهم. لا، احنا بايدنا ان احنا نستغل الوضع القائم ده مع سوءه، وفي ان احنا نشتغل على الناس ونحاول نوعيهم ونعلمهم يعني، ونتعلم احنا كمان. انما هنقعد طول النهار نندب ونشتم في الحكومه، مش هنعمل اي حاجه، مش هنستفيد حاجه. خصوصا ان يعني البديل كان سيء جدا، بديل الحكومة الموجودة دلوقتي كان سيء جدا. بالضبط بالضبط أحمد. في قول السيد القمني بيقول، كان يقول إنه خلونا نحط دستورنا حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، راح تلاقي كل أوروبا جت تساعدنا، ولكن بدنا الخطوة الجريئة هي. في سؤال أخير لك أحمد من ثواني عشان تفضل تعقيب سريع تفضل بس على موضوع خانة الديانة من البطاقة. كان في قناة مصرية نزلت عملت سيرفي يعني، ومش مثلا في العشوائيات ولا بتاع ده، حوالين جامعة القاهرة. فكان معظم اللي كانوا بيسألوهم يا إما شباب في الجامعة أو ناس يعني موظفين حوالين الجامعة، يعني ناس اللي هو تعتقد إن المفروض إن هم يعني أرقى فكريا قليلا من الناس اللي في العشوائيات مثلا. القناة دي أنا هحاول أشوف لكم الفيديو ده ونحطه في اللينك. بيسأل المذيعة، بتسأل الناس أنت إزالة خانة البطاقة من الديانة، خانة الديانة من البطاقة، دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ كل الناس تقريبا 90% من اللي اتسألوا قال لك لا دي حاجة وحشة غلط، مش أنا أرفض. طب ليه؟ المذيعة بتسألهم ليه؟ مفيش رد، مفيش رد. الناس بتتصرف بطريقة عشوائية، مفيش يعني حتى هو الحاجة اللي هو مش عايز يعملها أو رافض الفكرة ما عندوش سبب إن هو رافضها ليه؟ يقول لك لا اصل احنا يعني، ممكن واحد يقول لك يعني ممكن يجي بعد كده على الاقل ده احنا عارفين ده مسيحي واحد مسلم، ممكن بعد كده يجي لنا واحد بقى بوذي ولا يهودي. طب ما يجي لك واحد بوذي ولا يهودي، ايه الضرر في كده؟ مفيش رد. للأسف يعني هو صار حتى يعني الطبقة الراقية، خلينا نقول في مجتمعاتنا كلها، صارت مثل تصير مع القطيع يعني، بتفكير القطيع. أحمد، في سؤال من ملحد حر عم بيقول، أتمنى تجيبوا على سؤالي، لماذا
لماذا توجد آيات تدعو إلى التسامح والمحبة في القرآن؟ أنا ما شفت آيات تدعو تفضل أحمد زيد جاوب على السؤال. آيات تدعو للتسامح والمحبة في القرآن. أنا كده محتاج أقرأ القرآن تاني بقى. هو يمكن أصدر الآيات المكية يعني إذا لا لا لا، الآيات المكية أنا مش مع فكرة إن الآيات المكية بتدعو للتسامح والآيات المدنية بتدعو الآيات المكية كان محمد فيها طائش أكتر من الآيات المدنية. الآيات المدنية يمكن لا نفسه بقى عنده دولة وأتباع وكده، ولا نفسه المفروض يبقى شخصية مسؤولة، يعني مع إنه عمره ما كان شخصية مسؤولة وكان مختل. لكن الآيات المكية كان فيها مختل فعلا، يعني بيجي للكفار ويقعد يحدفهم بالطوب، يعني يا أولاد مش عارف إيه كده، كلها ردح وكلها خيء، يعني كلها هبل يعني، وكانت آيات عنيفة جدا. هو فكرة إن اللي خلت الناس تقول ان القران المكي يدعو للسلام وكده، ان هو ما كانش قادر يعمل حاجه في مكه، فكان الايات بتترجم الواقع بتاعه ده، واقع الاستضعاف، بتترجمه مش بتدعو اليه. يعني مثلا ايه، واعرض عن الجاهلين، يعني هو مش بايديك ان انت ما تعرضش عن الجاهلين، ما انت لو ما اعرضتش عن الجاهلين هيمسكوك يعلقوك، يعني هيعملوا فيك حاجات مش كويسه. لكن في المدينه ما فيش واعرض عن الجاهلين، لان خلاص بقى رئيس عصابه دلوقتي يقدر يروح يجيب الجاهلين دول من افاهم. يعني لو فرضنا ان هم جاهلين، يعني هما مش جاهلين طبعا، هو اللي كان جاهل. كل تأكيد أحمد، حتى هي آيات تسامح الله بتلاقي فيها عذاب شديد، يعني لازم التهديد الإرهابي موجود يكون. طيب أصدقائي، وصلنا لنهاية حلقتنا. جورج، إذا في عندك كلمة أخيرة تحكيها بنطاق العلمانية، شو بنحتاج حتى نصل، أو شو الكلمة اللي بتحب تقولها أنت؟ تفضل. نحتاج أكبر عدد من العلمانيين، أكبر عدد من الناس اللي تقدر تتكلم، الناس اللي تقدر تطلع تقول رأي، إن يطلعوا يقولوا رأي دلوقتي، لأن الناس فعلا يعني الشعوب وصلت إلى مرحلة من الجهل والتخلف رهيبة رهيبة، لدرجة إن أنت طالب جامعي بيعتنق رأي ما يعرفش حتى هو معتنقه ليه، ما عندوش سبب هو ليه معتنق الرأي ده، زي موضوع خانة البطاقة، ما عندوش، بيقول لك لا ما تتشالش، بس هو نفسه مش عارف ليه، هو كده وخلاص، غباوه يعني. فمحتاجين اكبر عدد من الناس يطلع يتكلم في كل المجالات، ومش لازم يعني يبقى كلهم يوصفوا بالالحاد او يبقى محطوط عليهم ليبل الالحاد. يا ريت الناس العاديه، الكتاب، الصحفيين، واحد زي ابراهيم عيسى يعني طول النهار والليل بيتكلم. المشكله الشعب نفسه بدا يروح يعني المزاج العام نفسه، مزاج عكر يعني. بشوف عدد مثلا مشاهدين ابراهيم عيسى مقارنة بعدد مشاهدين برنامج زي برنامج نفسنا مثلا، ولا الهرتلة دي، ولا رام سعيد، ولا الأسطورة، ولا الحاجات المتخلفة دي. المزاج العام نفسه أكتر، فمحتاجين أكبر عدد عشان يبقى المواطن ده مجبر، مفروض عليه إن كل ما يفتح تلفزيون أو يفتح برنامج أو يفتح حاجة لاقي حد عاقل بيكلمه، يمكن الموضوع يتغير شوية. صحيح صحيح. أحمد، كلمة أخيرة بتحب تقولها حبيبي؟ تفضل. الكلمة الأخيرة، أنا واثق من انتصارنا في الآخر ومن نجاحنا، يعني واثق من إن المجتمعات دي مصيرها في النهاية للخير يعني، ومتفائل كتير يعني، مفيش داعي للتشاؤم يعني برغم كل اللي حوالينا ده بصراحة. كل تأكيد، وأنا معك بصراحة، أنا متفائل، والعلم لن يقف عاجز أمام الخرافة بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب رسول رب وجلدة الحنفية جورج، أنا أتشكرك كثير على الوقت الطيب أعطيتنا إياه، وإمام الملحدين أحمد أنا أتشكرك جدا جدا، ويعني أنا بتمنى يوم الأيام تأمنا في جلسة رائعة كلهم ملحدين، ونلتقي كلاتنا في على العشاء الأول وليس العشاء الأخير. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكم أحمد وجورج. شكرا شكرا جزيلا. شكرا 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 لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء. قبل ما أنهي الحلقة، طبعا بكرة في عنا حلقة مع نبينا سامي ذيب ودين جديد، يعني الأديان صارت تكتر في جلدة الحنفية، بيعة رسوله جورج. هنحط حد للموضوع ده، يعني هنشوف حل للموضوع ده إن شاء الله. إنه خطر لداهم علينا نحن الملحدين. أحمد.
معلش ما يعني احنا لسه ما امرناش بالجهاد، لكن ممكن نجاهد عادي، وممكن في اي وقت جورج يطلع يقول لنا جاهدوا فتبقى مشكلة يعني. فهم انا هلعب بينج بونج معاك، يا ايها الكافرون لا اعبدون ما تعبدون ولا انتم تعبدون ولا اعبدون ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم تعبدون. نقعد نهرتل شويه هيبقى في كده. مشكلة، والحنفية خلي بالك عندنا ضغط عالي يعني، فالحنفية لو فتحناها على الآخر هتغرق الناس دي كلها. او الساعه كمان 8 مساء بتوقيت لندن في عنا، هيا بنا نضحك على الله القسم الثالث. خلوكم معنا وتمورو فرح ومرح مع هيا بنا نضحك على الله. أخونا الحبيب رياض أمير البحث شجاع البغدادي والأخ أحمد دنانة، أكيد حننبسط أوي أوي مع الجاهل اللي اسمه الله. شكرا كثير أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء.